مرحبا اصدقائي، معكم ياسين جمر. رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات حربيه اسطوريه للتاون هو الليفل 11. هلا نحن بدنا نشوف ليش هالمخططات قويه. حاولت انتقل لكم انا افضل 10 مخططات لفيديو اليوم. لا تنسوا يا غوالي انه روابط النسخ تلاقوها تحت الوصف، فاي مخطط بيعجبك مني انا صديقي بس كبس رابط النسخ تبعه بالنسخ عندك بلعبه كلاش اوف كلانس بدون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. خلونا نروح لأول مخطط. مثل ما كنتم شايفين أول حركة عجبتني، واللي هي مثل ما كنتم شايفين حركة التسلا هذه اللي هي حلوة كتير، يعني هيك اجتماع التسلا اثنين هون واثنين هون، حركة كتير حلوة يا صديقي، وعملية تساوي بالقوة الدفاعية. الأبطال كمان عجبتني حركتين، الملكي ومثل ما انك شايف هون الأمر الكبير، لأنه يعني عندك هون كمان التاون هول وهم مدفعة نصر، ففي يعتبر شوية مسافة بيناتهم، بس مسافة بحيث توترك أنت ما تعرف من وين بدك تهجم، فانت غالبا رح تبلش هجمتك من عند التاون هول، فهون بتكون المصيبه انك هيك بتكون بعدت كمان شوي عم مدفعيه نصر بتبلش تضربك، بجوز تدمر لحد مدفعيه نصر. بعد الموضوع كتير رح يصير صعب، فهذا المخطط لانه منتشر فيعتبر من ضد المسح. هاي الميزه اللي بهذا المخطط، مثل ما كنت شايفين فعلا مخطط حلو كتير. خلينا ننتقل للمخطط رقم 2، ومثل ما كنت شايفين هون عندنا مدفعيه نصر، وهون عندنا التاون هول، وعندنا كمان هون الانفيرنو مثل ما انك ملاحظ يا صديقي، والاكسبو، واهم شيء مدفعيه نصر اللي هي اقوى دفاع بهذا التاون هول، فلكن انت لازم تعرف كيف تستغلها، وفعلا هن مستغلينها يعني بطريقه رائعه، او خلينا نقول بطرق رائعه كل التصاميم، لانه مثل ما انك شايف يعني هون كمان موترينك وما تعرف من وين بدك تهجم يا صديقي، لانه انت اكيد هدفك تدمر مدفعيه نصر، بس كمان هدفك تدمر التاون هول مشان تجيب نجمي، فما تعرف يعني كيف بدك تهجم انت مشان توصل اصلا لهالشيء اللي بدك اياه. ما فيك كمان تتجاهل التاون هول وتبعد عنه، بجوز يعني بهيك حالي تجيب نجمي، او مثلا اذا هجمت من التاون هول بجوز تجيب نجمي او نجمتين. اذا بتلاحظوا له بالمخطط رقم 3 نفس الشيء، بس الاختلاف هون بالموضوع انه قايلين لك يهجم من عند التاون هول يا صديقي، لانه مثل ما انك شايف انه مدفعيه نصر بالمنتصف، فانت بتباشر هجمتك من هون فعلا بجوز تدمر مدفعيه نصر والتاون هول يعني مثل ما انك شايف، ومثلا توصل لهوني بالارض، بس مسح الارض هو راح يكون شيء صعب عليك، لانك انت ما حسبت اصلا حساب انك تمسح الارض، هدفك تكفي هدول، وفكرت بعدها انه يعني هجمتك راح تكمل وتنجح 100%، بس هالحكي مو صح يا صديقي، لانه مثل ما انك شايف في كتير دفاعات قويه بعد هاي المنطقه اللي انت مثلا بتدمر هون مدفعيه نصر، وهيك لسه عندك الامر الكبير، عندك الاكسبو، عندك المضادات لنفرض تظهر الهجمه الجويه، الملك الانفيرنو، وهون اكسبو كمان نفس الحكي بهذه الجهه، فالموضوع رح يكون كتير صعب عليك، رح تكون محاوط بالدفاعات وتلاقي حالك بورطة فجأة، فبالأخير يعني بتقدر تمسح الأرض. رقم 4، مثل ما كنتم شايفين عجبتنا حركة الأربعة تسلا هون، واللي هي الحركة الحلوة كتير، وكمان عندك يا صديقي هون مدفعية نصر، يعني هالحكي معناته إنه جابرينك تهجم من هون، بس هي هو الفخ بهذا التصميم، لأنه هون عندك أربعة إكسبو، أربعة تسلا مثل ما أنك شايف، وكان ناس جوا ما يشتغل عكسك، واثنين إنفيرنو، يعني هي المنطقة المميتة بهذا التصميم، هي فوق كل هذا، يعني بتكون مدفعيه نصر مضربك والدفاعات الثانويه، فانت جيشك غالبا بجوز اصلا ما يوصل للتاون هول بهيك تصميم، وينتهي فيك الموضوع انك جايب نجمه بجوز بس يعني، فتخيل قوه هذا التصميم يا صديقي، وانت اذا حاولت يعني هيك تتزاكى وتهجم من هون، فبيكون لك مدفعيه نصر بالمرصاد. اوف، رحنا على المخطط رقم 5. مخطط رقم 5، مثل ما انكم شايفين يا غوالي عاملين فين تقريبا نفس الحركه، واللي هي انه حاطين هون مدفعيه نصر وحاطين لك هون اكسبو، بس الفرق يا صديقي انه هنيك كانوا حاطين لك التسلا كمان بنفس المنطقه، وابطال يعني كثير مقوين لك المنطقه هون، بس هي الفكره بهذا التصميم انه هون مقوين لك المنطقه، وهون كمان حاطين لك الابطال يعني، فمثل ما انك شايف ان المنطقه قويه بالجهتين بهذا التصميم، هذا التصميم يعتبر كتير قوي كمان، وفوق كل هذا الانفيرنو شمل منطقه المنتصف كلها، والكناسات ما تشتغل عكس بعضها، فهذا المخطط يعتبر مدمر بمعنى الكلمه كمان، مثل قبله مثل ما انك ملاحظ يعني شيء مرعب عن جد، ما بتعرف من وين بدك تهجم اصلا، يعني انت من وين ما هجمت من هون او من هون، فبدا تروح عليك الشغله ان الموضوع ما انه سهل ابدا راح يكون عليه. وعندك هون المخطط رقم 6، مثل ما كنت شايفين هون عندنا يعني مدفعيه نصر، وهون يعني جنبها صاير التاون هون، فيا صديقي كمان محاولوا تروح
ومشان انت ما تعرف يعني من وين بدك تهجم بحاولوا يجبروك انك تهجم من عند التاون هول. كمان نفس فكرة المخططات هذيك، بس مثل ما كنتم شايفين في كتير اختلاف بالتصميم الارض من ناحية الدفاعية. وانا كمان بالمخطط رقم 7 جبرينك يا صديقي تهجم من عند مدفعية نصر، واذا انت حاولت انك تهجم من عند التاون هول فبتلاقي التسلا بوجهك، بتلاقي كمان الابطال والاكسبو، هاي المنطقة كتير صعبة بهذا التاون هول. وبالاضافة لهيك عندك هون الملكي تحمي لك كمان مدفعية نصر والاكسبو اثنين كمان، فهي شيء كتير صعب يا صديقي. يعني هذا المخطط كمان كتير بلبكك. اذا بتلاحظوا لك كل هالمخططات معتمدة، يعني هي نفس الفكرة بس انه كتير مبادئ مختلفة، يعني حاطين لك اساليب مختلفة كتير يا صديقي. عندك المخطط رقم 8 نفس الشيء جبرينا تجي من عند مدفعية نصر، بظن هالشيء واضح، بس الصعوبة رح تكون بالموضوع انك تمسح هذا المخطط وتجيب 3 نجوم. اكيد ان الشغل مو صعب انه تجيب نجمتين لا خلينا نقول او هيك شيء، بس صعب انك تجيب يا صديقي 3 نجوم، فهذا المخطط كتير رح يلفكك كمان. المخطط رقم 9 مثل ما كنت شايفين يا غوالي، هون عنا 2 تسلا وهون عفوا 2 اكسبو، هون عنا كمان التاون هول، وهون عنا 2 انفيرنو بالمنتصف. مين لاحظ لانه منطقة المنتصف كتير قوي لوجود الفخ الاعصار هذا، وكمان الكنسات ما يشتغل عكس بعض بنفس الوقت 2 انفيرنو. وعندك هون صديقي تجمع الابطال المرعب بهاي المنطقة كلين ما يحمو مدفعية نصر، وفوق كل هذا الاربعة تسلا، هي منطقة كتير صعبة يا صديقي، وكل كمان فوق كل هذا من 2 اكسبوس. صراحة ما اعرف شو بدي احكي من قوة هاي المنطقة يعني بهذا التصميم، شيء كتير قوي يا غوالي مثل ما كنت شايفين. حتى هم في 2 اكسبو يا صديقي، فانت بتقول خلينا نهجم وندمر مدفعية نصر، نفوق قوة المنطقة بالمنتصف تطلع لك هاي المنطقة، فاصلا بينتهي جيشك يعني هون بهالحدود، بجوز تدمر هاي المنطقة وهاي المنطقة بعدها بينتهي جيشك، بجوز حتى ما توصل على التاون هول. مو بس انه والله ما تجيب اخر نجمة، بجوز اصلا ما تجيب نجمتين. تخيل انت مع قوة هالتصميم. اخر مخطط واللي هو رقم 10 مثل ما كنت شايفين، هذا المخطط كتير عجبني كمان لانه في عنا 4 تسلا بالمنتصف مثل ما كنت شايفين، فهي حركة كتير حلوة والكناسات ما تشتغل عكس بعضها وهي الشيء الصح. عندك هون صديقة 2 اكسبو، عندك كمان هون 2 اكسبو ما يحمو مدفعية نصر، وعندك كمان الفخ صاير هون جنب مدفعية نصر وهي الشيء فعالي. فهي كانت معنا المخططات لفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو يا اساطير. حاولت انتقل لكم افضل 10 مخططات يعني مشان تكون هيك مفيدة لك يا صديقي، وانت يعني فيك كمان بالاخير تعدل علي اذا ما عجبوك، بس لتكون عادل بالحكم على المخطط لازم تعطيه فرصة 3 هجمات او هيك شيء، وكمان يعني تكون ارضك ماكس او شبه ماكس لتكون عادل بالحكم عليه. وهي كانت المخططات اللي بدي اليوم. لا تنسوا انه رابط نسخ تلاقيه تحت الوصف، في مخطط بيجبك مني يا صديقي، بس كبوس على رابط النسخ تبعه وبنسخ عندك لعبة كلاش اوف كلانز بدون اي مشاكل ان شاء الله. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس.